بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السادس يعطيكم العافية جميعا، درسنا اليوم عن المناطق الزمنية. أولا، يتعاقب الليل والنهار نظرا إلى دوران الأرض المستمر من الغرب إلى الشرق أمام الشمس. كيف يعني يتعاقب الليل والنهار؟ يعني أن يتناوب الليل والنهار، يعني بيكون ليل بعدين نهار، نهار بعدين ليل، وهكذا. طب شو السبب أنه بيكون في مثلا دول فيها عندها نهار ودول عندهم ليل، أو إحنا عندنا بيجي نهار بعدين ليل؟ بسبب دوران الأرض المستمر من الغرب إلى الشرق، بسبب دوران الأرض حول الشمس. عندما تدور الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق بتغير عنا، بصير عنا تعاقب الليل والنهار، اللي بيكون عنا ليل نهار نهار ليل، وهكذا بسبب دوران الأرض المستمر من الغرب إلى الشرق أمام الشمس. وبذلك يكون الجزء المواجه للشمس نهار، الآن الجزء اللي بيكون قبال الشمس هذا بيكون النهار، والجزء الآخر ليلا، مما يؤدي إلى اختلاف التوقيت بين دول العالم. لما بصير عنا اختلاف إنه في دول عندهم بيكون نهار ودول بيكون عندهم ليل، هذا يؤدي إلى اختلاف التوقيت بين دول العالم. بسبب أيضا عنا هون إن تنامي حركة التجارة العالمية وانتشار شبكات النقل السريع للقطارات والطائرات، أظهر الحاجة إلى إيجاد نظام توقيت عالمي. علل سبب ظهور الحاجة إلى إيجاد نظام توقيت عالمي، إنه ليش إنهم بحاجة إنهم يعملوا نظام توقيت عالمي لكل دول العالم؟ بسبب إنه عنا تنامى حركة التجارة العالمية، يعني إنه ازدادت وازدهرت حركة التجارة العالمية بين دول العالم، وأيضا انتشار شبكات النقل السريعة مثل القطارات والطائرات، فأدى الحاجة إلى إيجاد نظام توقيت عالمي. اجتمعوا مندوبو 27 دولة عام 1844 ميلادي، 27 دولة اجتمعت في مؤتمر بواشنطن واتفقوا على اعتماد نظام التوقيت العالمي، انه يعملوا نظام توقيت عالمي لكل الدول، الذي ما يزال مستخدما حتى الان. لحد الان بيستخدموا هذا نظام التوقيت العالمي بسبب ازدهار حركة التجارة العالمية وايضا انتشار شبكات النقل السريع اللي هي القطارات والطائرات. يبلغ مجموع ساعات الليل والنهار بحسب نظام التوقيت العالمي، مجموع الليل مع النهار 24 ساعة. الان قسم العالم إلى 24 منطقة توقيت زمني، بدءا بخط غرينتش الذي اعتمد خط أساس لذلك. قسموا العالم إلى 24 منطقة زمنية بتوقيت زمني، بدءا بخط غرينتش، هم اعتمدوا خط غرينتش الذي اعتمد خط أساس لذلك. خلينا نشوف يحسب فرق الوقت بين المناطق الزمنية على النحو الآتي، إنه إحنا كيف بدنا نحسب فرق الوقت بين هذول المناطق الزمنية. أولا، إذا وقعت المنطقة شرق خط غرينتش تضاف ساعة إلى كل منطقة زمنية. الآن هاي المنطقة أو هاي الدولة إذا كانت من جهة الشرق، من شرق يعني شرق خط غرينتش، هم اعتمدوا خط غرينتش، إذا كانت من جهة شرق خط غرينتش تضاف ساعة إلى كل منطقة زمنية، كل منطقة بنضيف لها ساعة. مثلا يقع الأردن في المنطقة الزمنية الثانية من خط غرينتش شرقا، إذا هو من جهة الشرق. أول ما بنشوف كلمة شرقا معناته أنا بدي أضيف ساعة إلى كل منطقة زمنية، أنا بدي أضيف ساعة، وبذلك يكون الفارق الزمني ساعتين. فإذا كانت الساعة عند خط غرينتش 10 صباحا، فإن الساعة في الأردن تكون 12 ظهرا. إذا كمان مرة نرجع نعيد، إذا من جهة الشرق، يعني إحنا إذا وقعت المنطقة شرقا شرق خط غرينتش تضاف ساعة إلى كل منطقة زمنية، يعني أنا بزيد ساعة إلى كل منطقة زمنية. خلينا نشوف هذا المثال. مثلا يقع الأردن في المنطقة الزمنية الثانية من خط غرينتش شرقا، يعني هو بيكون في المنطقة الزمنية رقم 2 من جهة الشرق، وبذلك يكون الفارق الزمني، الآن الفارق بيناتهم ساعتين. فإذا كانت الساعة عند خط غرينتش، الآن عند الخط اللي اعتمدناه، 10 صباحا، يعني عنا 10 صباحا، إحنا إذا كانت من الشرق بدنا نزيد على 10 صباحا، صح؟ فإن الساعة في الأردن تكون 12 ظهرا، بتكون الساعة 12 ظهرا، إحنا زدنا ساعتين. ليش؟ لأنها من جهة الشرق فإحنا بنضيف ساعتين. ثانيا، إذا وقعت المنطقة غرب خط غرينتش الآن من جهة الغرب، تطرح ساعة واحدة من كل منطقة زمنية على خط غرينتش حتى هذا المكان، من كل منطقة زمنية نطرح ساعة، نقص ساعة. فمثلا تقع
مدينة نيويورك الأمريكية على خط طول 75 غربا، إذن هي من جهة الغرب. لما إحنا بنشوف غربا معناته أنا بدي أطرح ساعة من كل منطقة زمنية، وهذا يعني أنها في المنطقة الزمنية الخامسة غربا. إذا كانت الساعة في مدينة غرينتش الثانية عشرة ظهرا، يعني الساعة 12 ظهرا، فإن الساعة في مدينة نيويورك تكون السابعة صباحا، لأنه أنا بطرح ساعتين من كل منطقة زمنية. إذا كانت الساعة في مدينة غرينتش الثانية عشرة ظهرا، فإن الساعة في مدينة نيويورك تكون السابعة صباحا. هاي هي إحنا كيف نعرف التوقيت الزمني بين الدول. علل: تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تلجأ إلى تعديل نطاق الزمن لديها. في بعض الدول بتكون بدها تلجأ إلى تعديل نطاق الزمن لديها، أولا ليتوافق مع طبيعة الحدود السياسية وامتداد أراضيها، عشان تتوافق مع طبيعة الحدود، حدود الدولة نفسها وامتداد أراضيها، وأيضا تجنبا لحدوث اختلاف في توقيت الدولة الواحدة، إنه عشان ما يصير في اختلاف في توقيت نفس الدولة، في توقيت الدولة الواحدة. هيك بنكون خلصنا الدرس. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة حل أسئلة الدرس مع حل أسئلة الوحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.